صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والسعادة وراحة البال. أصبح عليكم من المدينة المبهرة اللي تستضيف فعاليات المعرض الدولي إكسبو 2020، وادعوكم لزيارة هذا المعرض والتعرف على ثقافات العالم وشعوبه تحت سقف واحد. وصبح عليكم من جديد ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقاتنا. أطيب التحيات مني محدثتكم آمنة آل علي. أعزائي المستمعين، أذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-55-1414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. وفي بداية حلقة برنامج صحة وسعادة أوجه التحيات لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك في التنسيق والمتابعة من نور دبي زميلتي إسراء الهاشمي، وفي الإخراج بيكون معنا مخرجنا المبدع والمتألق نمر محمد. صباحك الله بالخير مخرجنا. وأعزائي المستمعين، مثل ما عودناكم في برنامج صحة وسعادة، في هذا البرنامج نتناول آخر الأخبار الصحية والعلمية اللي تهم كافة أفراد المجتمع، وكذلك نتناول أكثر المناقشات والحوارات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. ودائما عندنا فقرات مميزة في برنامج صحة وسعادة، سواء ننقل لكم أخبار هيئة الصحة في دبي، الأخبار الصحية اللي تهمكم، أو نحدثكم عن موضوع مهم نتناوله خلال هذه الساعة اللي نكون فيها معاكم على الهواء من الساعة 10 إلى الساعة 11 صباحا. فأعزائي المستمعين، حلقتنا اليوم تتناول موضوع مهم جدا، واللي هو الرضاعة الطبيعية. لمعلوماتكم أكثر والمعلوماتكم سواء الغذائية أو المعلومات الطبية اللي تهمكم، تابعونا في حلقة برنامج صحة وسعادة لليوم. ومثل ما ذكرت لكم أعزائي المستمعين أن نحن نتناول آخر الأخبار الصحية والعالمية. خبرنا لليوم خبر محلي يهم كافة أفراد المجتمع، واللي هو نقل خدمات الطوارئ للأطفال من مستشفيي دبي والطيفة إلى مستشفى الجليلة. أنهت هيئة الصحة بدبي جميع إجراءات وخطوات نقل خدمات الطوارئ للأطفال من مستشفى دبي والطيفة للنساء والأطفال إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، على أن يبدأ الجليلة في استقبال الحالات الطارئة للأطفال اعتبارا من يوم الأربعاء تاريخ 20 أكتوبر الجاري. وجاء ذلك ضمن خطة اعتمدتها هيئة الصحة وبدأت بتنفيذها قبل شهرين لنقل جميع الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال من مستشفيات هيئة الصحة بدبي إلى مستشفى الجليلة التخصصي، وذلك ضمن إطار تكامل الأدوار بين مستشفى دبي بين المستشفيات دبي الحكومية وتجميع الخدمات الطبية المقدمة للأطفال تحت سقف واحد. كما جاءت سلسلة نقل الخدمات أيضا استنادا لمذكرة تفاهم كانت الهيئة قد وقعتها مع مستشفى الجليلة في أبريل الماضي، بهدف تحقيق التوافق الاستراتيجي في تقديم الخدمات الطبية والطبية المساندة وخدمات الدعم المؤسسي، إلى جانب تضافر الجهود المشتركة والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد المؤسسية والبشرية والمالية بما يصب في مصلحة وخدمة الأطفال ويحقق للمرضى منهم العناية الطبية فائقة المستوى. وفي السياق نفسه تهيئ مستشفى الجليلة بكامل تقنياته وتجهيزاته الحديثة وبيئة الاستشفاء التي يتميز بها لاستقبال الحالات الطارئة للأطفال وسط عناية فائقة من الكوادر الطبية والطبية المساندة والفنية وكذلك الإدارية التي استعدت، طبعا هي على أتم الاستعداد، أنها تقدم أفضل ما لديها من خدمات في سبيل رعاية الأطفال
وتعزيز صحتهم. طبعا خبر اليوم اللي تناولناه خبر جدا مهم أعزائي المستمعين للي يسمعونا اليوم. نحب أن ننوه لكم بأن خدمات الأطفال، خدمات الطوارئ للأطفال جميعها انتقلت من مستشفى دبي والطيفة، وأصبحت خدمات الطوارئ للأطفال موجودة في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. وإحنا نعرف أن هذا الخبر مهم، وتحد هذا الخبر بتندرج الكثير من التساؤلات عند المستمعين، عند أفراد المجتمع، ولهذا الخصوص ولأن هذا الموضوع مهم جدا نحن إن شاء الله بنتناول حلقة خاصة نجاوب فيها على كل أسئلتكم الخاصة بنقل الخدمات الخاصة بالأطفال من مستشفى لطيفة ودبي لمستشفى الجليلة التخصصي. فإن شاء الله حلقة يوم الثلاثاء بنستضيف فيها المختصين في هذا الموضوع وبنتناول الموضوع بشكل مفصل أكثر. فإذا عندكم أي استفسار يمكن أنكم توجهون استفساركم على مواقع التواصل الاجتماعي عندنا DHA_Dubai، أو يمكنكم أيضا أنكم تطرشون استفساركم على الرقم 4006 وبنجاوب على كل هاي الاستفسارات في حلقة يوم الثلاثاء إن شاء الله. وبهذا أعزائي المستمعين بننتقل لفقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها سواء على صفحات هيئة الصحة في دبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة والشؤون الصحية. صباح الخير زميلتي أسماء الجناحي. صبحتم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. أهلا فيك أسماء. أسماء خبرينا شو هي آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي اللي حابة تعرفين المستمعين عليها؟ من ضمن الأشياء المهمة اللي نحب نأكد عليها هي مجموعة من مثل نقول المستجدات اللي يصير في مراكز ومستشفيات هيئة الصحة. أولها اللي تكلمت عنها هو نقل خدمات الطوارئ للأطفال من كل مستشفى دبي والطيفة إلى مستشفى الجليلة، وهذا بيكون بتاريخ 20. فمن تاريخ 20 الخدمات بتروح خاص يعني منتقل لهذه المستشفيات. أيضا من ضمن الأشياء اللي موجودة هو نقل جميع الإجراءات التنظيمية الصحية من سلطة مدينة دبي الطبية إلى هيئة الصحة بدبي، وهذا بيكون اعتبارا من 24 أكتوبر. أيضا بس نحب نأكد أن هيئة الصحة بدبي ستكون يعني المعنية بجميع الإجراءات التنظيمية الصحية التي سيتم نقلها إلى هيئة الصحة من 24، وأن مدينة دبي سلطة مدينة دبي الطبية ستعمل على تسهيل متطلبات وستتولى تسهيل متطلبات الاستثمار في الرعاية الصحية بما في ذلك التراخيص التجارية وخدمات الحكومية والتراخيص الهندسية في منظومتها بالكامل. ومن ضمن الأشياء نحن اليوم عندنا جلستين قاعدين نجهزهم لجميع العيادات الموجودة في مدينة دبي الطبية، يحضرون يعرفون آخر كيف يقدرون يستخدمون النظام الجديد للتراخيص، وهذا الموجود اليوم وبيكون أيضا تاريخ 19 أكتوبر في فندق حياة رجنسي كريك هارت في قاعة المهل للمستشفيات والمراكز الموجودة في مدينة دبي في منطقة مدينة دبي الطبية. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحب يعني كان لها تفاعل وايد كبير في قنوات التواصل الاجتماعي هو كيف أن الواحد يتخلص من التوتر أو اللي يسمونه الاسترس. شاركنا الجمهور بمجموعة من النصائح الحلوة نحب أيضا نأكدها في قنوات في الإذاعة. واحد، الإكثار من شرب الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أيضا تنظيم الحياة اليومية، تناول الغذاء الصحي، ممارسة الرياضة بانتظام أو على الأقل المشي 30 دقيقة في اليوم، ممارسة الهوايات وأخذ قسط كافي من النوم. دائما يعني تستهين بالنوم لكن النوم وايد يأثر، وتوطيد العلاقات الصحية، العلاقات اللي ما فيها مشاكل وتوتر وما يسمونها مشاكل. فتقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك زميلتي أسماء الجناحي وأتمنى لك الصحة والسعادة. وأعزائي المستمعين مثل ما تعرفون نحن في بداية أسبوع نقدر نقول أنه أسبوع قصير يتكون من 4 أيام. يوم الخميس إن شاء الله بيكون إجازة، فنحن ندعوكم أعزائي المستمعين في هذه الإجازة القصيرة أنكم تزورون معرض
إكسبو 2020 للتعرف على طبعا ثقافات العالم المختلفة وتعيشون التجربة الفريدة اللي تنقلها لكم دبي على أرض الواقع. كل المواضيع المهمة، كل الفعاليات الموجودة في إكسبو 2020 موجودة طبعا كلها في معرض إكسبو 2020. أدعوكم أعزائي المستمعين للتوجه هناك وزيارة جميع الأجنحة ومشاركتنا هذه التجربة. وأعزائي المستمعين، فقرات برنامج صحة وسعادة مستمرة معاكم على مدار هذه الساعة، وفي فقرتنا التالية بنتكلم عن الأطعمة المفيدة خلال فترة الرضاعة، وبتكون معانا الأستاذة ثريا التميمي. انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600551414، للرسائل النصية القصيرة 4006. أعزائي المستمعين، كلنا نعرف أن في فترة الرضاعة يحتاج الطفل لسبب ما لبعض المكملات الغذائية، ولكن من الضروري طبعا أن تتجه الأم للطبيب المختص للتعرف أكثر على شو هي المكملات الغذائية اللي يحتاجها الطفل اللي يرضع الرضاعة الطبيعية. وهذا اللي بتكلمنا عنه إن شاء الله الأستاذة ثريا التميمي، أخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة ثريا. صباح النور والسرور اختيامي. أهلا فيك أستاذة ثريا. طبعا موضوع الرضاعة الطبيعية موضوع يعني كبير ومهم يعني شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، وطبعا مثل ما نعرف أن الرضاعة الطبيعية مو بس الأم ترضع طفلها، ولكن الأم أيضا تهتم بتغذيتها عشان ترضع هذا الطفل. فنحن قبل ما نعرف عن فائدة الرضاعة الطبيعية للطفل، هل ممكن دكتورة تحدثينا عن الفائدة اللي بترجع للأم أثناء إرضاعها للطفل؟ أولا طبعا بالنسبة للرضاعة الطبيعية، تعتبر الرضاعة الطبيعية هي أو الحليب، حليب الأم يعتبر المصدر الأول والوحيد لتغذية الطفل خصوصا في الست الأشهر الأولى. وطبعا الحليب الطبيعي هو مصمم لتلبية كافة احتياجات الطفل خلال هذا الشهر، خلال هذه الست الأشهر الأولى. مثل ما تفضلت أختي آمنة، أن أوردي الفائدة تعود للطفل وللأم. بالنسبة للأم طبعا أول فائدة تعود عليها أن تساعد الرضاعة الطبيعية في تخفيض وزنها، لأن سبحان الله يعني في الرضاعة تقريبا يوميا ممكنها تحرق تقريبا 500 سعرة حرارية لتكوين الحليب، فهذا احتمالية العودة للوزن الطبيعي أو اللي كسبته في خلال فترة تكون كبيرة. وأيضا أثبتت دراسات أن في بالنسبة للأم أن يعود الرحم للحجم الطبيعي خلال فترة الرضاعة، كما أنه يقلل من الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة. وأثبتت بعض الدراسات أيضا أن كلما زادت مدة الرضاعة الطبيعية قلت مخاطر الإصابة ببعض السرطانات مثل سرطان الثدي، خاصة سرطان المبيض وأيضا سرطان الرحم. تقوية العلاقة بين الأم والطفل، طبعا الرضاعة الطبيعية تقوي العلاقة بين الأم وطفلها، كون أنها دائما تكون حاضنتنا وفترات طويلة، فهذه تقوي علاقتها مع طفلها. نعم بالضبط، يعني أستاذة ثريا العلاقة اللي تكون بين الأم اللي ترضع طفلها رضاعة طبيعية علاقة قوية جدا، يعني طبعا ليس قصورا باللي يضطرون أنهم يرضعون رضاعة صناعية، لكن نحن نقول أن العلاقة هذه اللي تبنى بين الأم والطفل أثناء الرضاعة الطبيعية علاقة جدا يعني جميلة، بغض النظر عن الفائدة اللي تعكسها الرضاعة الطبيعية على الطفل، ولكن هناك أيضا جانب مثل ما ذكرتي دكتورة نفسي جميل جدا. يعني وأنا طبعا هذه المعلومة
أعرفها منك أن تقلل من نسبة اكتئاب ما بعد الولادة، يعني هاي جدا يعني نقطة مهمة إذا بنقول. نعم أستاذة ثريا، إذا ننتقل لموضوع التغذية، هل هناك يعني الطفل اللي يرضع رضاعة طبيعية هل ممكن أنه يحتاج لمكملات غذائية معينة من وجهة نظرك؟ طبعا نحن لازم نركز أو نذكر أهمية الحليب أو مكونات حليب الأم. طبعا الله سبحانه وتعالى يعني خلى حليب الأم له مكونات كثيرة تغني عن أي مكمل غذائي يحتاجه خلال الستة الأشهر الأولى. من مكونات حليب الأم طبعا يتكون من الدهون، يتكون من البروتينات، يتكون من الكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والماء، وكل عنصر من هالعناصر أو كل مادة من هالمواد تساهم في كثير من الأشياء، تساهم من وقايته من الأمراض أو وقايته من الأمراض، وتساهم في تقوية مناعته، وأيضا تساهم في وقاية من أمراض الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم. فمكونات حليب الأم لا يحتاج أبدا إلى أي مكمل غذائي إلا إذا كانت أسباب طبية ترتبط بمرض الأم أو ترتبط بعدم تكوين الحليب أو قلة الحليب أو ترتبط بمرض الطفل نفسه، ولكن خلال الست الأشهر الأولى لا يحتاج لأي مكمل غذائي. نعم، فلذلك ممكن نقول أن نجاوب على هذا السؤال بأن الطفل خلال مدة الست شهور لا يحتاج إلى أي مكملات غذائية. أستاذة ثريا، إذا بنتكلم عن فيتامين دال، هل في من عمر شهر لست شهور هل هو ضروري وهل يعتبر مكمل غذائي أم لا؟ طبعا فيتامين دال هو مكون أساسي على فكرة في حليب الأم، يحتوي أصلا على فيتامين دال، من الفيتامينات المهمة اللي يحتويها حليب الأم، ولكن أحيانا يصرف هذا الفيتامين دال أساسا يكون مدعم خلال هالفترة، ولكن حليب الأم أيضا يحتوي على فيتامين دال، وهو طبعا مهم طبعا في العظام والكالسيوم، تثبيت الكالسيوم. نعم، إذا بننتقل ل إذا قلنا أن من عمر الشهر لست شهور إذا كان الطفل يرضع رضاعة طبيعية ما يحتاج أن نحن ندخل له أي مكملات غذائية، فهل بعد عمر ست شهور يحتاج الطفل لمكملات غذائية معينة؟ طبعا في سن الست شهور هو طبعا المنظمات الأغذية تشجع دائما الدخول مش المكمل الغذائي ولكن دخول الأغذية التكميلية، الأغذية الطبيعية التكميلية إلى الطفل بعد ما يدخل السن أو الشهر السادس. في هذه المرحلة لازم تكون الأم دقيقة في إدخال الأطعمة، وتكون إدخال الأطعمة بشكل تدريجي للطفل، لأن أي دخول قبل أو دخول الأطعمة قبل السن الست شهور أو عمر الست شهور هذا يؤدي إلى سلبيات، منها الإصابة بمشاكل في الهضم، حساسيات سواء في الحساسيات مثل حساسيات الأطعمة أو الأكزيما، مثلا الإصابة بمرض الأكزيما أو يمكن الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو. وأحيانا عندما يوم يدخلون الأكل قبل سن الست شهور عدم قدرة الكليتين متخلص من البقايا مثل بقايا البروتينات والأملاح في الجسم، فسن الست شهور هو السن المناسب لإدخال الأطعمة. فممكن أن نحن نعرض بعض النقاط المهمة في إدخال الأطعمة خلال ست شهور. فخلال ست شهور أول شيء طبعا لازم نحن نبتدي بالحبوب، الحبوب والأرز، هذه أول شيء نحن نبتدي فيه، ودائما تحاول الأم أنها تضع بمقدار ملعقة أو ملعقتين فقط، وتخلط حليب الأم أو حليبها معاه أساس ما يتغير طعم الأكل بالنسبة للطفل أو يقلل من أخذ الحليب الأم، فلازم يكون دخل الأكل مع حليب الأم. إضافة الخضروات للطعام، يعني لازم نضيف أيضا الخضروات، ولازم تحرص الأم أنها تقدم كل نوع على حدة، يعني ما تجرب كل الأنواع ويا بعض عشان تشوف إذا كان الياهل عنده حساسية من هذا الأكل ولا لا. وفي بعض الخضروات لازم الواحد يأخرها، مثلا الجزر والسبانخ اللي يحتوي على النيترات اللي ممكن أنه يضر الطفل. أول أكل اللي يدخل للطفل لازم يكون مضروب ومصفى، لازم نعرف أنه ما يكون فيه أي تكتل أساس ما يسبب أي مشكلة في خلال البلع أو خلال الهضم.
عقب ننتقل للسن اللي هو من 7 شهور ل 8 شهور، هني ممكن احنا نقدم الزبادي، ولكن لازم الناس نحط ببالنا احنا ما نضيف اي سكر او اي ملح او اي زيوت في الاكل. لازم يكون الاكل بدون اي بهارات. ممكن احنا نضيف بعض اللحوم، هني يكون مهروس، يعني مهروس ومفروم. ندخل صفار البيض، بياض البيض ما نشجع الا عقب ما يبلغ العام الاول، ممكن يسبب حساسيه للطفل. ممكن ان نضيف البقول، بس طبعا نطبخها عدل وننقعها عدل. ممكن هني ان نعطي على نهايه الثامن، ممكن ان الواحد يقدر يعطي التمر. بالنسبه للشهر من 9 إلى 12 شهر، هني طبعا نتجه الى المخاليط، يعني نخلطه، يعني يكون القوام مش وايد قوام مطحون، ممكن يكون مطهي بس شويه لين. هني طبعا نحن نقدم له منتجات الحليب والالبان، ممكن ان نقدم منتجات الحليب والالبان، ولكن الحليب الاخر عرب ما يكمل سنه. ممكن نقدم له اي نوع من الانواع، مثلا نحط رز مع عدس مع مثلا سبانخ، ونعطيه حتى يكمل 12 شهر، وعقب خلاص ياخذ من اكل المائده اللي موجود في البيت، ولكن نراعي ان يكون قليل، يعني مش موجود فيه بهارات ولا موجود فيه بعض المنكهات اللي تضر الجهاز الهضمي بالنسبه له. مهم جدا تصفيه الاكل، يعني حتى بالنسبه للفواكه مثل الرمان، مثل الفواكه اللي فيها بذور، نحاسب ان نحن ما تكون موجوده في هذه الاطعمه اللي نعطيها للياهل. في حالة سبحان الله ظهر لأي حساسية أو أي تحسس لأي نوع من الأطعمة، لازم أن احنا نوقف هذا الطعام. نعم، وطبعا هذا دكتورة بناء على الجدول اللي تضع الأم. إذا مثل ما ذكرتي تبدأ أول شيء بكل نوع على حدة، هي بهالطريقة بتعرف إذا الطفل أصاب بالحساسية، نوع معين ما يناسبه من الأكل. فنحن دوم نقول الحين مثلا المعلومات متوفرة، وطريقة إعداد أكل الرضيع جدا جميلة، يعني مجرد أن أنت تبدين تدخلين في هذا العالم وتشوفين أن الخيارات عديدة، الأكل لذيذ، الأكل طبعا يوم تعد الأم بروحها يكون أكل نظيف وصحي لطفلها. وحتى يمكننا أيضا دكتورة أن نحن نخزن هالأكل، الأم اللي تحس أنه ما تقدر طول الأسبوع مثل الأمهات اللي مثلنا عاملات أو شيء، ممكن أن نحن نعد الأكل ها في البيت، ولكن في طرق تخزين معينة، فإحنا نتم نعطي الطفل من أكل البيت حتى لو كان الأكل نفرض مجمد أو موجود في الثلاجة، بس يظل أكل صحي وموجود ومعد في البيت. فإذا نحن بنقول أستاذة ثريا نصيحة أخيرة نقدمها للأمهات في الأطعمة اللي ممكن أنهم يبتعدون عنها خلال فترة الرضاعة. بالنسبة للأم خلال فترة الرضاعة لازم أنها تحاول أنها تبتعد عن الأغذية العالية في الكافيين والمنبهات، لأن هذه الأغذية تؤثر على حليب الأم خلال فترة الرضاعة، فتؤدي ممكن أن إصابة الأرق أو بالسهر. ممكن المشروبات الغازية والعصائر هذه تؤثر أيضا على امتصاص الكالسيوم وتؤثر على حليب الأم، فلذلك يجب الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر. الأطعمة المحتوية على بهارات أيضا يجب أن تبتعد عنها الأم، وأيضا بعض الخضروات قد تسبب الغازات تنتقل إلى الطفل من الأم للطفل، مثل الزهرة والبصل والملفوف وبعض البقوليات، فيجب عليها أنها تبتعد عن هذه الأشياء. عندنا بعض الأدوية لازم تستشير الدكتور إذا كانت في أدوية تؤثر أيضا على على إنتاج الحليب أو تأثر على الطفل نفسه. في بعض المنتج أو بعض الأسماك تكون عالية في المعادن مثل معدن الزئبق، فيجب أنها ما تأخذ الأسماك بكثرة، وإذا بتأخذ تأخذ السلمون، يعتبر السلمون أقل تركيز في الزئبق، فتأخذ من مرة إلى مرتين في الأسبوع. الراحة النفسية مهمة جدا، تذكري يا أم أن أي سترس عليك بيأثر على البيبي وبيأثر حتى في إنتاج الحليب. فعشان كذي الوحدة يوم بتي ترضع ولدها لازم تكون مرتاحة، تكون سعيدة، تكلمة، تضحك معاه، هذه كلها النفسية تؤثر على البيبي.
نعم طبعا أستاذة ثريا التميمي، الحديث عن الرضاعة الطبيعية والأغذية وهذه طول في مجال صحة الطفل مثل ما نقدر نقول. فأستاذة ثريا التميمي أخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي، شاكرة لك هاي المعلومات القيمة اللي قدمتيها للأمهات، على أن نستكمل طبعا حديثنا في هذه المواضيع في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا لك أستاذة ثريا. العفو. يوم سعيد. أعزائي المستمعين، بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نكمل موضوع الرضاعة الطبيعية، ولكن هالمرة إن شاء الله بيكون من جانب اختصاصية طب الأمومة والطفولة، وهذه الفقرة بتكون مخصصة للأمهات المرضعات. فأعزائي المستمعين انتظرونا. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا على الأرقام 600-551414 وللرسائل النصية القصيرة 4006. أعزائي المستمعين، فقراتنا مستمرة معكم وموضوعنا لليوم مستمر أيضا، بنتكلم عن مثل ما ذكرنا العناية بالطفل خلال فترة الرضاعة، وللحديث طبعا عن هذا الموضوع من الجانب الطبي بتكون معنا الدكتورة أمت المالك أخصائية طب الأمومة والطفولة في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة. صباح النور والسرور، يا هلا فيك اختي امنه، شو حالك اخبارك؟ اهلا فيك. انا الحمد لله بخير، واليوم يوم الاحد والكل توا بادي الاسبوع وفرحان الحمد لله. اكيد الحمد لله، ونصبح على اعزائنا المستمعين. اهلا فيك. صباح للجميع. اهلا فيك، صباحك نور وسرور. دكتورة، بداية إذا بنتكلم عن الرضاعة الطبيعية، تناولنا الموضوع من جانب التغذية، كيف أن الرضاعة الطبيعية مهمة للطفل وصحة الطفل من ناحية التغذية، ولكن قبل ما نبدأ هذا الموضوع دكتورة، حبيت أعرف منك أكثر على أهمية الرضاعة الطبيعية للأم. شو هي أهمية الرضاعة للأم، وكيف ممكن أن نحن نشجع الأمهات على الرضاعة الطبيعية؟ تمام. طبعا كما الجميع يعرف أن الرضاعة الطبيعية هي الغذاء المثالي والأمثل لأطفالنا، وذلك منذ الولادة وحتى عمر السنتين. طبعا أول 6 شهور يجب أن تكون الرضاعة الطبيعية الخالية من أي أطعمة، إدخال أطعمة تكميلية حتى الماي، ويستكملها الناس ما قلنا عقب 6 شهور مع الأطعمة التكميلية لمدة 2 سنين، وفي حسب أو حتى أكثر عن 2 سنين حسب رغبة الأم. نعم. فوائد الرضاعة الطبيعية جدا كثيرة سواء كانت للأم أو للطفل. نعم دكتورة، ذكرتي موضوع عفوا الماي، كيف إذا في حد من الأمهات حين يسمعك يقولون لي هالي يعطشون؟ الحليب الأم، حليب الأم متوفر فيه جميع الخصائص الغذائية، من التوائل، من البروتين، من النشويات، ومن الفيتامينات والأملاح، وكذلك نفس ما نقول الأشياء اللي تقوي المناعة. ويعتبر الرضاعة الطبيعية تعتبر أول تطعيم ينعطى للطفل، لأن نفس ما نعرف أن الطفل انولد بمناعة غير مكتملة، فحاجته للحليب الأم يقوي مناعته ويحميه، لأن الأم تعطيه من مناعتها ومن اللي هي اكتسبتها عبر السنين، فمفيد جدا للطفل، ومهم جدا أن يكون الغذاء اللي حصله هو حليب الأم في الفترة 6 شهور الأولى، وطبعا ما يحتاج وقتها لأي شيء آخر. إذا عطى بالطريقة الصحيحية، إذا كانت تمت الرضاعة بالطريقة الصحيحة، وفي حال كانت يعني الأمثل يعني بالطريقة المثلى، طبعا نفس ما قلنا راح تغني عن الأكل وعن العطش الماي وعن كل شيء. نعم طبعا دكتورة، يمكن أن الأم تراقب طفلها خلال فترة الرضاعة. إذا بننتقل للحديث عن الطفل اللي يتم رضاعته رضاعة طبيعية، شو ممكن أن الأم تراقب طفلها خلال هاي الفترة المهمة من حياته؟ شو ممكن تكتشف
مثلا اعتلالات صحية لا سمح الله تكون موجودة من خلال ملاحظتها في هذه الفترة الأولى من عمر الطفل؟ تمام، هناك في أشياء علامات تستدعي أن الأم تأخذ الطفل للفحص أو لا سمح الله الحالة للطوارئ. يعتمد على في الأول يعتمد على عمر الطفل، يعتمد على الصحة العامة سواء كان للأم أو للطفل، يعتمد على أنه هل كان الطفل من الخدج أو من المكتبلين العمر أو لا سمح الله انولد بأي مرض جيني أو اعتلال نفس نقول أنزيمي أو هالأشياء. فالرعاية من طفل لطفل تختلف، واللي احنا نحب احنا نعرف عن كل طفل يعتمد على كل طفل، لكن خلينا نقول بصفة عامة الطفل المكتمل والصحي، الأشياء اللي تخلينا نحن كأطباء أن دائما نوصل الأم أنها خلنا نشوف البيبي تكون اللي احنا نشوفه في تقييم الطفل في عيادة تقييم الطفل، اللي هي الوزن، الطول، المحيط الرأس. هذه الأشياء هي اللي تحدد إذا الطفل يأخذ التغذية المناسبة أو هناك قصور في التغذية. هذا الشيء. وبالنسبة للأم، وطبعا كل طفل عن طفل يختلف، يعني هذا تنقاس مقارنة في نفس ما تقولين معيار، أو بالنسبة لمقارنة في عمر اللي حجمه في وقت الولادة. فكل طفل يعتبر حالة خاصة بحد ذاته. فما يعني نقدر نقول دكتورة أن على الأم أن هي ما تفوت هذه المواعيد الأولى في حياة الطفل، لأن من هذه المواعيد هي ممكن تتعرف إذا كان طفلها فيه أي يعني اعتلالات صحية لا سمح الله، لأن إذا قلنا الأم تركز بروحها يمكن ما بتعرف، خاصة إذا كان الطفل الأول ممكن تشوف طفلها طبيعي في المقابل الدكتور يشوف أنه لا هذا الطفل وزنه ما قاعد يزيد، هذا الطفل يرضع بس وزنه ما يزيد، أكيد في مشكلة معينة، وغير المشاكل الأخرى اللي تصاحب طفل في بداية العمر مثل البصفار أيضا دكتورة. فها كيف الأم بتقدر تعرف أحيانا حتى في هال ما يبين عليهم الصفار أو أي نوع من هذا الأنواع؟ طبعا في فتره الولاده الاولى اللي هي الاول يومين او خلينا نقول اول 24 ساعه الى 48 ساعه حسب الفتره اللي كان الطفل موجود فيها في المستشفى راح يبين جزء منها، لان في صفار يبدا في الفتره ال 24 ساعه الاولى من عمر الطفل وفي خلال 48 ساعه. تمام، وفي وقتها عاده اللي يكون عندهم البصفار نحن ناخذ النسبه عن طريق الجلد، واذا كانت النسبه عاليه نحتاج احنا نسويها عن طريق الدم. فعادة لما يكون في درجة من الاصفرار أو شك أن الطفل يكون عنده اصفرار راح ينعكس على نشاط الطفل. الطفل يكون خامل، يرقد وايد، يرفض الرضعة، ما في يعني تعرفين خمول أنه مو بقادر يرضع. هني الأم بتحس أنه في شيء غلط. عادة الطفل في أول كم من يوم ممكن يكونون بهالطريقة إلين ما يبدؤون شوية يكونون أنشط. ونحن نعرف أن الرضاعة في بداية إحنا ما عندنا أي توقيت معين للرضاعة، اللي يحدد متى يرضع هو الطفل، ولكن في حال صارت الفترات ما بين الرضاعة جدا متباعدة هني بعد نحاتي أنه ممكن الطفل لا سمح الله يدخل في حالات اللي هو هبوط السكر، وهذا اللي يستوي عندهم أكثر اللي هم أول أسبوعين مع أنه يكون عندهم البصفار. فإذا الأم شكت أن الطفل ما مو بنشيط، مو بياس يرضع، خامل، وايد يرقد، هني لازم تتوجه لأقرب مركز صحي. ونحن عندنا في عيادة تقييم الطفل عندنا نسوي فحص البصفار، نسوي اللي هو الفحص الأول مال اللي نسميه سكرينينج تيست النيونيتال اللي هي الحديثي للولادة، عشان نشوف إذا في أي اعتلال أنزيمي أو أمراض جينية. هاي مهمة جدا أيضا وتأثر في طريقة نمو الطفل، مهم جدا الأم تسويها. ونحن عندنا كبرنامج وطني كل أطفالنا نسوي لها، فلو تم اكتشاف هالأمراض في البداية جدا تفرق في طريقة العناية والاهتمام بالطفل وتدارك الأثار الجانبية لها. نعم. كذلك دكتورة يقولون دائما أن الطفل الرضيع في أول فترة إذا كان يعني مصاب بالبصفار لازم الأم يعني حتى لو الطفل نايم يعني توعيه كل ساعتين ترضعه، فهالشيء هل هو صحيح دكتورة؟ هل على الأم أن هي توعي الطفل لو هو ما نش؟ أيوة بالضبط، إن مثلا إذا كان نفس ما قلنا إذا كان البصفار ممكن يخلي الطفل يدخل في حالة نوم نفس ما قلنا خمول، فمهم جدا الأم توعيه وتحاول إنها ترضعه، لأن علاج البصفار هي الهيدريشن أو ارتواء الطفل،
وطبعا في هالمرحله الطفل بيرتوي من حليب امه، فهي مثل ما نقول انها كغسيل للجسم وللكبد اللي بعدها جديده في افراز البصفار. هذه رده فعل طبيعيه من الكبد، فمع الرضاعه راح يتم التخلص من الماده الصفراء من الجسم. نعم، وطبعا دكتوره مثل ما نعرف ان الطفل الرضيع اكيد له مشاكل جانبيه عارضه في هذه الفتره، ولكن كيف تعرف الام بان هاي المشاكل الجانبيه الموجوده عند طفلها تستدعي ان هي تروح للدكتور؟ لان مثل ما نعرف الطفل الرضيع بكاء مستمر، الطفل الرضيع يعني يشتكي من المغص، فهل ممكن ان دكتوره في طريقه معينه للام ان هي تعرف ان لا هذا هو الوقت اللي هذا البكاء لا يعتبر طبيعي ولازم ازور الطبيب؟ تمام، جميل هذا السؤال. عندنا نحن اول فتره الثلاث شهور الاولى تكون هاي الفتره شويه اللي هي صعبه، في حال كان في حراره، ارتفاع في درجة الحرارة عالي فوق 38 للطفل أقل من 3 شهور مع أعراض أو بدون أعراض، يفضل أن الطفل ينشاف كحالة طارئة. الحرارة في البداية أول 3 شهور هذه يجب أن ينشاف من الطبيب، هاي صفة عامة خلاص، يعني قاعدة أساسية. الشيء الثاني، إذا الطفل كان نشاطه ممتاز، إذا كان يطلب الحليب مثلا البكاء أو العلامات البدائية اللي حنقول اللي هي يطلب فيها الحليب مثل حركة الرأس، حركة الأيدي، المص الإيد، ممكن هاي كلها تبين أن الطفل حالة العصبية زينة ونشاطه زين، لأن نحن ما نتوقع أن يكون في أي اللي هنقول تفاعل اجتماعي في المرحلة الأولى أو قبل شهرين، فهاي يعني من علامات اللي تبين أن الطفل صحته زينة. الشيء الثاني أنه يطلب الحليب، طبعا كم يطلب الحليب هالشيء يحدد الطفل، يعني في حسب كمية الحليب حسب قدرة الطفل على الرضاعة، يعني في أطفال يتعبون يأخذون يمكن في البداية تكون أعداد جدا متكررة، يمكن كل ساعة كل ساعتين كل ساعة ونص كل 3 ساعات كل 4 ساعات، يعتمد على الطفل. إحنا ما نوقت فترات الرضاعة، متى ما الطفل أعطى إيحاءات أنه هو يعان المفروض الأم تبدأ الرضاعة. الفترة الزمنية قد تصل إلى 20 دقيقة حسب قلنا 10 دقائق حسب اللي قدرة الطفل على، لأنه يعتبر مجهود ففي أطفال يتعبون، وحسب الكمية اللي تشبع الطفل، يعني هاي نسبية تعتبر. شيء ثاني، البكاء عند الأطفال أو نقول المغص لدى الرضيع، مغص الرضيع، هذه تحصل في أول خلينا نقول إلين 4 شهور، المدة الزمنية هاي الفترة من خلينا نقول من شهر إلين 4 شهور. نلاحظ أن الطفل يبكي لمدة لا تزيد عن 3 ساعات، يعني هاي أقصاها 3 ساعات، بعدها الطفل يتصرف بطريقة طبيعية. يعني الأم خلت تلاحظ مثلا ولدي اليوم صاح ما خلاني أرقد، أو هاي أكثر الشكوى تعبت هي، طبعا هالشيء له تأثير وايد متعب على الأم على أهل البيت، لأن الأم إذا تعبت البيت يتعب معاها، فتحتاج الأم جدا مساعدة يعني من الناس اللي حولها سواء كان الزوج أو الأهل يساعدونها في أخذها. مثلا هي سهرت معاه في الليل يشلون الصبح يشوفون الولد ياسير ضع، يعني بعد ما خلصت فترة البكاء ياسير ضع، كمية الخروج زينة، كمية الإدرار البول زينة، ما في البراز غير مصاحب مع دم، هاي كلها تبين أن كانت هذه مغص اللي هو الطبيعي للطفل. نعم طبعا دكتورة، اللي معظم الأعراض اللي ذكرتيها اللي يجب على الأم أن يعني تأخذها بعين الاعتبار للاتجاه للطبيب، صراحة نحن كأمهات يمكن ما تكون هاي أسبابنا للذهاب للمستشفى، أسبابنا مثل ما قلتي بكاء الطفل المستمر اللي ممكن يخلي الأم تروح للمستشفى حتى أكثر من مرة، وهذا طبعا دكتورة لأن الأم تكون يمكن مبتدئة ويمكن أول ياهل، ولكن أحيانا هذا البكاء دكتورة المستمر يوحي بأشياء أخرى عن تجربة، أنه ممكن أنه يكون الطفل، يعني دكتورة أنا عن تجربة كنت يعني أقول أني أنا سهرانة طول الليل والياهل يعني يرضع وكل شيء تمام، ليش يصيح يعني ليش تصيح البنت شو السالفة؟ عقب اكتشفت أن أصلا طريقة الرضاعة غلط وأصلا الطفل ما كان يرضع، فيعني ممكن يكون الجوع، ممكن يكون الجوع أيضا، أيوة ممكن يكون سبب آخر أن الطفل هي مش أن في الطفل في فترة النمو السريع،
في بين فترة وفترة تقريبا عمر الشهرين، عمر الأربع شهور، عمر الست الأسابيع، هذه يكون فيها فترات اللي هو نمو سريع، الطفل ما شاء الله بيرضع أكثر عن الأيام الثانية. تي للأم فكرتين، إما الطفل فيه شيء أنه هو مريض وياس عشان شيء مو بياس يشبع أو يصيح، أو والشيء الثاني تشك الأم في قدرتها على أن إنتاج الحليب، تقول والله أنا حليبي ما يكفي لأن أرضعه وبعد يصيح، لا هو احتياجاته هني زادت، فهاي فترة نمو، وما شاء الله بتلاحظ هي لو إن فجأة كبر الولد، فهاي احتياجاته إنه هو فترة إحنا نقول نمو سريع صار فيه، يعني مثلاً يحتاج كميات أكبر غير عن، وعقب يرجع بعد ما يخلص فترة النمو السريع بتلاحظينه يرجع يشرب عادي، يعني المعتاد الطريقة المعتادة، فهذه الفترة تكون مو بسهلة على الأم، يعني من ناحية إن هي خايفة على ولدها، ومن ناحية إن هي خلاص فقدت الثقة في نفسها إن هي ستعطيه الطريقة الصح أو الكمية الزينة. لكن هناك أيضا دكتورة يعني أماكن يمكن الأم أن تتجه لها تتأكد أن الطفل هذا يرضع، ممكن أنهم يعلمونها طريقة الرضاعة الصحيح. هذا اللي ينقلنا دكتورة للخدمات الرعاية والعناية بالطفل اللي توفرها هيئة الصحة في دبي. فشو هي الخدمات هاي؟ أيوة، نحن في هيئة الصحة عندنا في المراكز الصحية الأولية عندنا نفس ما قلت لك عيادة قسم اللي هو عيادة تقييم الطفل أو maternal child health اللي هي موجودة أن نتابع الطفل من بعد ما يطلع من المستشفى، ونرحب في الأمهات من ناحية أن احنا نقيس البصفار، نشيك على وزن الطفل بين فترة وفترة اللي هو في عمر شهرين أربع شهور ست شهور مع فترة التطعيم، لا سمح الله إذا احتاج هالطفل أكثر من غيره إلى متابعة نحرص أن احنا نتابعه من ناحية نشوف هل في مشكلة في النمو أو بعد العمر التسع شهور هل في مشكلة في الناس، ما ذكرنا سابقا تحدثنا عن مع براعم اللي هو متابعة النمو العصبي الحركي الاجتماعي كل هذه مع اللي هي نفس ما قلت لك اللي هي الوزن الطفل الطول وهالأشياء، كذلك مع الأم نسألها هل في مشكلة في الرضاعة، هل تعاني من مشكلة، هل في صعوبة الرضاعة إذا الطبيعية إذا تمت بالطريقة الصح تأكد أنها بتكون من غير ألم، إذا كان في ألم فأكيد راح يكون هناك مشكلة، فالوضع الطبيعي أن الطفل يوم يرضع ما تكون في مشكلة عند الأم، إذا كانت هناك مشكلة فأكيد في شيء غلط سواء كان طريقة أو لا سمح الله مرضي، سبب مرضي، فلازم أن الأم متى ما حست أن موضوع الرضاعة مش سهل بالنسبة لها تراجع أقرب مركز صحي وتشوف شو السبب اللي أدى. عندنا نحن استشاريات الرضاعة الطبيعية متوفرات عندنا في العيادات في مراكز الصحة الأولية، وكذلك حتى لو كان في أي مشكلة الطبيب العام ممكن يشوفها ويشخصها ويوجهها للمكان الصحيح أو الطريقة الصحيحة لحل المشكلة. نعم طبعا دكتورة أمت المالك اختصاصية طب الأمومة والطفولة في هيئة الصحة في دبي، الحديث عن العناية بالطفل والحديث عن عنايته في فترة الرضاعة الطبيعية أكيد يطول، ولكن أكيد أيضا الوقت داهمنا. دكتورة شاكرة لك هاي المعلومات القيمة اللي ما تفيها فقرة، لازم نخصص الأيام أكثر للحديث عن هذا الموضوع، موضوع أيضا خدمات رعاية الطفل اللي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي. شكرا لك تواجدت معنا دكتورة، ويومك سعيد إن شاء الله. العفو عزيزتي آمنة، بس مسج أخير أو رسالة أخيرة أوجهها، الرضاعة الطبيعية مش مجرد صحة للأم وللطفل، هي أيضا رابط نفسي وعاطفي، أدعي كل الأمهات أن لا تفوت هاي الفترة واللي هي فترة الرضاعة الطبيعية، استمتعي بطفلك، استمتعي باحتضانه، استمتعي بنظراته، وإن شاء الله تدوم الصحة على الجميع لأمهاتنا وأطفالهم. نعم اللهم آمين. وطبعا دكتورة أنا أيضا أنقل في نهاية الحلقة تجربة إحدى الأمهات اللي رضعت أول طفل ما رضعته، ولكن الطفل الثاني رضعته، تقول حسيت بعمق العلاقة اللي بيني وبين الطفل، حسيت أنه هو محتاجني وأنا محتاجتنا، لأن الرضاعة الطبيعية عملية متكاملة. نحن ننصح جميع الأمهات ونشجع جميع الأمهات واللي ما عاشوا هالتجربة في الأطفال القادمين، إن شاء الله أتمنى منكم أن ترضعونهم رضاعة طبيعية لأنها تجربة يعني لا تكرر في حياة أي أم. فشكرا لك أستاذ دكتورة عفوا أمت المالك على هذه النصيحة القيمة وعلى كل المعلومات اللي قدمتيها لنا اليوم في برنامج صحة وسعادة، شكرا لك. يعطيكم العافية أخت آمنة، ما تقصروا. الله يعافيك. في ختام حلقتنا أعزائي المستمعين تناولنا مثل ما ذكرنا اليوم موضوع الرضاعة الطبيعية والعناية بالطفل أثناء
الرضاعة الطبيعية. وأيضا نقلنا لكم خبرنا المهم اللي يقول بأن جميع خدمات الطوارئ للأطفال بتنتقل من مستشفى دبي ومستشفى لطيفة لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال يوم الأربعاء إن شاء الله. سيتم نقل جميع الخدمات، فنذكركم في هذا الموضوع أعزائي المستمعين، ونختم في حلقتنا ونشكر لكم حسن الاستماع، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم. وشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي ولمخرجينا لحلقة اليوم، كان معنا نمر محمد والأخ سعيد المرو في التنسيق والمتابعة، كانت معاكم زميلتي إسراء الهاشمي، وفي تقديم الحلقة كنت معاكم محدثتكم آمنة آل علي، وأتمنى لكم الصحة وسعادة. صحة وسعادة